حنان تفضلي، احنا تنسمعوك. انا عندي واحد قصه شويه صعيبه. نقول لك من 15 سنه تقريبا 15 كنت كنقرا في يعني تقريبا الثامنه، يعني عندي 14 الثامنه. كنت كنخرج بالليل مع ديك 8 9 يعني ملي كنجيو من الدراسه كنمشي عند واحد البنت صاحبتي تنحفظو. من بعد تنحفظو تنجي ندق في الدار، تيطلع لي الوالد كيقول لي فين كنتي، قلت ليه كنكون عند صاحبتي كنحفظو، قال لي نرجع كنشوفك فين كنت كتكوني. قلت ليه فين تنكون، يعني ما كنكون عند صاحبتي. باباك الوالد ديالي. واخا شحال كتقولي لي في عمرك؟ تكون 18 سنة. يعني في الثامنة، يعني 14 سنة. من بعد صافي يعني كيقول لي راني كون عارفك فين كنتي. يعني هو باغي ضروري يحط عليا انني كنت مع شي ولد. كنقول ليه لا صافي، تنطلعت مرة يضربني مرة لا مرة. هذه كنت كنبغي نسافر ما كيخلينيش نسافر ولا شي حاجة في العطلة ولا شي حاجة. الوالدة كانت عندي خدامة، كي ملي تيجي بانه كيقول لي زعما راه انتي فين كنتي، انا عارفك فين كنتي، هذه هذه كيبغي المهم حتى يجي حاجه. واحد المره انا ناعسه تنحس بشي حاجه تتقرب حدايا، كنقول شكون، يعني تدرت براسي ناعسه وانا ما ناعساش، تنشوفو تيتقرب مني تيحط لي حوايجي وداكشي. من بعد بقى كل دائما بحال هكا. وجا واحد النهار جا رمضان ويقول لي نوضي تعومي. قلت لي لا يعني راني نقيه، وعارف راسو شنو داير. ديك الساعه باقي ما خصصبنيش، ما فهمتش. بلاتي ما فهمتش، عين واحد دقيقه. في رمضان في رمضان، يعني الايام كامله غير في رمضان تيقول لي نوضي عومي. كنقول ليه علاش، هو راه عارف راسو شنو داير، ولكن هذيك الساعه باقي ما خصصبنيش، كيجي يحط ليا وكي المهم بلا يعني كنبغيش نتفكر هاد الايام. تتكوني فايقه ديك الساعه تيشوفك عارفك انا كنحس، ولكن هو راه ما كي لا ما عرفنيش فايقه، وعاد بالو راه ناعس. وواحد وبعد مرات كيقول لي انا عارفك فايقه غير تجاوبي معايا. شحال كانت في عمرك ديك الساعه؟ تكون 14 سنه. مدة تقريبا شي عام وتيدير فحال ما هكا. واحد النهار اغتصبني داكشي، انا ما تقبلش، ما قدرتش نقولها للدار. شويه انا مشيت عند العائله بقيت كنبكي، قال لي مالكي، قلت لهم ما شنو اغتصبني. كنتي فايقه شنو شدك الصحه؟ لا ولا من بعد شدني صحة وانا كنخاف منه بزاف، تيهز عليا موس تيقول لك ترى شي حاجه، قلت لك انا كنت كنخاف بزاف. قبل بعدا من هانشي هاد البنت صاحبتي اللي كنت كنمشي عندها كانت كتجي عندي للدار تبات معايا بعض المرات. واحد المرة قالت لي شوف ما بقيتش غنبات معاك. قلت لها علاش، قالت لي راه الوالد ديالك كيقرب حدا ما بغاش تبين لي، ولكن انا راني فايقة وحسيت بيه جات لعندها. من بعد صافي ما بقاتش هي كتجي تبات عندي، من بعد ولا عليا انا صافي ما بقيتش انا. واحد المرة مشيت عند العائلة بداو كيقول لي مالكي شافوني ماشي هي، بقيت كنبكي وقلت لهم نقول لكم راه الوالده اش درا اش درا، ما قدروش يتيقوا، مشاو قالوها لماما. ماما جات عندي قالت لي انت هي ماشي هادي، علاش كتواصلي هادشي، علاش كتكذبي، علاش كديري كتفعلي. المهم ديكلارينا بيه، شد في الحبس. ديكلارات بيه ماما و... تقريبا ديكلارينا ومشيت حيت انا كنت باقي قصيره وداكشي. صافي دخلوا العائله، دوزت تقريبا شي عام في الحبس. من بعد الوكيل قال لي واش هادشي هذا شنو باغي نديرو هادي. صافي جاو عندي العائله قال لي راه غادي يموت في الحبس. صافي دوز المهم دوز عام صافي مابقاش كيجي عندنا. تقريبا انا كنت عادي، كنت بخير ولو حاس براسي ماشي هذيك، ولكن تقريبا هذاك العام كله دوزته بخير وعادي. من بعد صافي مرت تشللت، ما بقيتش كنمشي لحدينا الان. تشللتي؟
مابقاش كنمشي برجلي. وشنو لحدنا الان شنو السبب؟ بحال اللي جاني نهار عصبي الماتش يعني كنمشي عند الطبيب كيقول لك هذا المرض يعني اللي تصبتي به يعني باقي ما عندوش علاج مدة دابا تاع تقريبا راجية شي 5 سنين ولا 6 لا اكثر كاع. بقيت بحال هكا مريضه لحدنا الان كنت بشويه بشويه دابا مابقيتش كنوض كاع نهائيا. مشيت عند الطبيب مشيت ما خليت بلاصه مشيت للطبيب صافي بقيت بحال هكا يعني بقى صغيره وحتى انا بغيت بزاف د الحوايج نتمناو في حياتي وكنت كنقرا مزيان كنت كندير الباسكيت يعني كنت بخير يعني كنقرا بخير وكنت باغي ندير البوليس. شكاش فعمرك باش تبدا فاش تشللتي ماشي تقريبا تكون شي وصلت تقريبا شي 19 سنه 19 20 21 22 23 عام عندك دابا واقيلا ياك؟ لا عندي اكثر. شحال عندي اكثر دابا انا في قلتي 5 سنين؟ لا يعني انا قلت غير تقريبا يا راه اكثر من 2000 و تقريبا 2009 واخا شحال في عمرك دابا؟ دابا 28. وهادشي اللي طرا لك مع باباك شحال كانت في عمرك ديك الساعه؟ 14 عام. يعني 14 عام 14 يعني عام وهو تيدير هادشي وانا ساكته ساكته حتى وصلت عندي تقريبا 15 15 ونص صافي قلتها صافي. من بعد مرات لحدنا الان ما صافي ما بقاش كنمشي عند الطبيب في الاول كيقول لك ما كاينش العلاج دابا تلقى العلاج ولكن العلاج شويه المصاريف صعيبه شويه يعني قالك تعالجي برا يعني تقريبا طلعت لي بش 14 مليون ولكن ما عنديش هذوك فلوس صافي بقيت بحال هكا كاع النهار وانا في البيت دابا ما كنخرجش من البيت نهائيا. نتمنى من 10000 واحد كل لهم انهم يديروا معك بالخير. شنو الاسم اللي عطيتيني؟ حنان. حنان نتمنى من الله عز وجل يشافيك ويعافيك. وفين هو باباك؟ الوالد ديالك؟ لا ما بقاش معنا طلق الوالدة مشى مشى تزوج. واه يا الله ما كان بغيش نتذكر هذه القصة ولكن الحمد لله انا كنطلب يا ربي غير رجع لصحتي ان شاء الله ونعيش حياتي كيف ما انا باغا. كنتمنى الناس يطلبوا معايا نوقف على صحتي ولكن الحمد لله. الله يشافيك يا ربي ويعافيك ويخلي لك صحيحتك. طب انا كانت الطبيب في الاول كيقول لك ما كاينش علاج هذا المرض صعيب شويه مشيت طبيب نفساني ما خليت فين مشيت من بعد قال لك لا ما كاينش هذا العلاج يلا تلقى هذا العلاج ولكن ملي شفنا هذا الثمن باهي الثمن كندير واحد الدواء تقريبا كيدير مليون درزو وما تعاونوا معايا المحسنين كنت كنديرو من بعد ما بقيتش كندير ودابا من قالوا لي راه عندك هاد العمليه ب 14 مليون جاتني صعيبه خارج المغرب ولكن جاتني صعيبه شويه. واش نقول لك سي الله ينور لك طريقك ويفتح لك بيبها الخير يا رب امين ويغنيك قولي امين ويشافيك وتعيطي ليا وانت واقفه ان شاء الله على رجليك يا ربي امين سي الله يفتح لك بيبها الخير يا ربي امين. نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كلهم انهم يدعيو معك بالشفاء فتيقول لك الدعوه ديال 40 مستجابه ان شاء الله ربي يشافيك بلا ما تمشي لا طبيب لا والو ويكون هو طبيبك يا ربي امين يا ربي امين. كلشي كتب لها شوف من قلبه كلشي كتب لها من قلبه شي يدعيو كلشي يدعي معها الله يجازيكم بخير كاملين. بالعكس بالعكس مرحبا ولنا الشرف انك دزتي معنا في البرنامج بارك الله فيك. انا بغيت نفرغ قلبي ولكن الحمد لله شوف الله يفتح لك بيبان الخير وان شاء الله دابا تفرج مهما تزيرات واحد النهار تفرج ربي ما قالكش بعد العسر يسر انما بعد عفوا ما ماشي اليسر عسر العسر عاد اليسر يعني غتأزم عليك وغتفرج وان شاء الله خلي املك في الله وما غتخيبيش. الحمد لله دير املي في الله بزاف يعني انا تقريبا شحال من عام وانا جالس في البيت ما تنخرجش راه شويه صعيب عليا الحال والله يدير لك اللي فيها الخير وينور لك الطريق
وشكرا لك لانك شاركتي معنا القصه ديالك، ونتمنى المره الجايه